في الصورة اللي فاتت احنا خلصنا الفيمورال ارتري وعرفنا ان ليه 4 سوبرفيشال برانشز و4 ديب برانشز. The most important branch of its deep branch اللي هو اسمه البروفاندا فيموريس ارتري. والبروفاندا فيموريس ارتري ده بيكتسب اهميته ليه؟ لان الفيمورال ارتري ده بيكمل يبقى بوبليتيال ارتري وبعدين بيروح للليج وبيروح للفوت. البروفاندا ده المين بلاد سبلاي اوف ذا ساي، يعني البروفاندا اللي هو ده اهو المين بلاد سبلاي اوف ذا ساي. المنظر عندي ده دلوقتي ده الانجواينا ليجامنت اهي، وده الفيمورال تراينجل، دي الادكتور لونجس اتقطعت اهي عشان يبان تحتها الادكتور بريفيز، وبعد الادكتور بريفيز في ادكتور ماجنس، ادي بيكتينياس ماسل، دي سواس ميجور، ودي هنا الياكس، وادي سارتورياس، وده التراينجل ده اسمه فيمورال تراينجل. لما نيجي نتكلم على البروفاندا ارتري ده نقول ان ات از ذا مين سورس اوف ذا بلاد سبلاي تو ذا ساي. كويس، الكورس بتاعه بيطلع من البوسترو لاترال اسبيكتس اوف ذا فيمورال ارتري، يعني ادي الفيمورال ارتري من البوسترو لاترال اسبيكت اوف ذا فيمورال ارتري 4 سنتيمتر بلو ذا انجوينال ليجمنت. اذا كانت دي الانجوينال ليجمنت فهو 4 سم بلو ذا انجوينال ليجمنت. الارتري ده بيعدي تحت الفيمورال ارتري، يبقى هنا ات كيرفز ميديالي بيهايند ذا فيمورال اي ارتري، وبعدين بيعدي على مصل اسمها بيكتينيوس، ادي واحد، وبعدين يعدي اندر كفر اوف الدكتور لونجز. ده يبقى البروفاندا ارتري عدى على البيكتينيوس، طلع من البوستر لاترال اسبكت 4 سم بلو ذا انجوينال ليجامنت، طلع هنا مشي على البيكتينيوس، مشي اندر كفر اوف الدكتور لونجز، هيمشي على الدكتور بريفز. اما يمشي على الدكتور بريفز يكمل بعد كده يمشي على الدكتور ايه ماجنس، وصل هنا على الادكتور ماجنس. اما يوصل الادكتور ماجنس يدي برفوريتنج برانشز 1 2 3 وهو ينتهي على هيئة فورس برفوريتنج، يعني يدي الفيرست برفوريتنج سكند برفوريتنج والثيرد برفوريتنج، وهو يخترق الادكتور ماجنس على هيئة الفورس ايه برفوريتنج. يبقى ده الارتر اللي اسمه ايه البروفاندا ارتر. يبقى البروفاندا يطلع على البكتينيوس، يطلع على الدكتور بريفيز تحت الدكتور لونجس، يوصل على الدكتور ماجنس، يدي الفيرست برفوريتنج سكند برفوريتنج ثيرد برفوريتنج، وينتهي على هيئه الفورس ايه برفوريتنج. تعالوا نشوف، ادي الفيمورال وادي البروفاندا، وادي البروفاندا ادى الفيرست برفوريتنج سكند برفوريتنج، وادي الثيرد برفوريتنج، وهنا الفورس ايه انتهى على هيئه الفورس البرفوريتنج. لكن قبل ما يدي البروفاندا البرفوريتنج برانشز بيدي لاترال سيركمفلكس ويدي ميديال سيركمفلكس. يبقى انا عندي هنا في لاترال سيركمفلكس وميديال سيركمفلكس. اللاترال سيركمفلكس بيدي 3 برانشز اللي هم اسندنج وديسندنج وترانزفيرس. ده اللاترال سيركمفلكس بيدي اسندنج وديسندنج وترانزفيرس. الميديال سيركمفلكس بيدي اسندنج واسيتابولر وترانزفيرس. يبقى البروفاندا برانشز بتوعي في لاترال سيركمفلكس ميديال سيركمفلكس وبرفوريت. اللاترال سيركمفلكس بيدي اسندنج وديسندنج وترانزفيرس، الميديال سيركمفلكس بيدي اسندنج واسيتابولر وترانزفيرس. نيجي بعد كده نفس البروفاندا ادى الفيرست برفوريتنج، ادى السكند برفوريتنج، ادى الثيرد برفوريتنج، وبعدين اخترق الادكتور ماجنس على هيئه فورس برفوريتنج وانتهى على هيئه الفورس برفوريتنج ارتري.